الأميرة المغربية الشقراء هي من أصول لبنانية، حيت الأم ديالها لبنانية الأصل والأب ديالها هو أمير مغربي وهو أخ الملك الراحل الحسن الثاني الله يرحمه. فأجي نعرفوا كاملين شكون هي هاد الأميرة وشنو هي القصة ديالها كاملة. الأميرة المغربية ابنة عم الملك محمد السادس الأميرة للي زينب العلوي، ابنة الأميرة اللبنانية لمياء الصلح، والأب ديالها هو الأمير مولاي عبد الله. اتزادت سنة 1971 في مدينة الرباط، وكانت معروفة بالجمال الساحر والتواضع ديالها بحال الام ديالها تماما الاميره لمياء الصلح. هي ابنه الامير الراحل مولاي عبد الله اخ الملك الحسن الثاني الله يرحمه، وهي اخت الاميرين مولاي اسماعيل ومولاي هشام. قرات في جامعه محمد الخامس في الرباط في المعهد العالي للتجاره واداره المقاولات. تزوجت من رجل الاعمال محمد بن سليمان، ولدت جوج ديال البنات اللي هما لالا عبله ولالا عليا. وضغط في هذه البلاصه باش تشوف الفيديو كامل، وانا متاكد باللي راه غادي يعجبك.